السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معلش انا صليت وجيت لكم بقى. معلش الفيديو طول معانا، او المحاضرة هنقسمها على فيديوهات لان انا حبيتها انه على الاقل لو المحاضرة مش منسقة كويس فعلى الاقل نكون فاهمين معنى كل كلمة فيها، عشان ده هيسهل معانا اكيد في المذاكرة كتير. فبعتذر عن طول وقت المحاضرة، وان شاء الله الفيديو ده يكون وقته اقل من الفيديو اللي فات. طبعا انا نسيت اقول لكم في الفيديو الاولاني كل سنة طيبين. النهاردة ان شاء الله اول يعني اول تراويح بنصليها. يا رب ان شاء الله يكون الشهر دوت نخرج منه احسن ما كنا في بدايته، ونخرج منه عند ربنا احسن ويأذنه من اقل، وتحسننا نفسيتنا اتحسنت كتير. فنكمل بقى اللي احنا وقفنا عليه. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات انه ايه هو الاسباب الماترنال ديس، ايه هي الريسك فاكتور فور الكومبليكيشن في البريجنسي، في الماترنال موربيديتي اند الماترنال مورتاليتي، واتكلمنا عنهم كتير جدا، واتكلمنا ازاي هنعمل ايه مع المزرعه عشان نبروموت هيلث بريجنسي، نعلمها ايه، نتابع ازاي الهاي ريسك بريجننسي، والحاجات اللي الانفستيجيشن اللي نعملها وايه اللي ما نعملهاش، واستفدنا في الكلام هنا. نيجي بقى على جزئيه تانية وهي النيوتريشن، نيوتريشن دورينج بريجننسي. عايزين نعرف ايه هي اصلا اهميه النيوتريشن ان ريليشن للماتيرنال هيلث، هل النيوتريشن مهمه بالنسبه للماتيرنال هيلث، وايه الفيتشر بتاعه الجود نيوتريشن او الاوبتيمال نيوتريشن اللي انا لما اخلي المذر تمشي عليها اوصل معايا لاحسن اوت كوم، يعني يطلع من البريجننسي. فاول حاجه ان احنا عايزين نعرف اولا هو الامبورتنس اوف النيوتريشن ان ريليشن للماتيرنال هيلث. فاول حاجه في امبورتنس، هل النيوتريشن مهمه للماترنال هيلث؟ اه مهمه. ده حتى كمان المعلومه اللي انا قلتها في الفيديو السابق انه الماترنال بري بريجننسي بودي ماس اندكس بي امباكت انفلوينس اوف جستيشنال ويت اند كومبليكيشن اوف بريجننسي، يعني بيأثر على الجستيشنال ويت يعني الوزن الفيميل دي في البريجننسي، وكمان الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بالبريجننسي. يعني انا مش مهم معايا الفيميل وزنها during pregnancy بس، لا انا كمان بقيت اهتم بوزنها ما قبل ما بتدخل البريجننسي، لان ده هيأثر معايا كتير في البريجننسي او تقام في الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل. فبيقولك الاوبتيمال تايم عشان امبروف الماترنال بودي ويت اند نيوتريشن ريليتد لايف ستايل ان انا ابدا بيفور كونسبشن اوكير. يعني ما ينفعش ان هو الفيميل مهمله نفسها، مهمله تغذيتها، مهمله وزنها، وتيجي مع خلاص انا عارفه ان هي حامل يلا انا هلتزم النهارده، لا خلاص انت ما منتيش نفسك من الكومبليكيشن، انت كده معرضه للكومبليكيشن اللي ممكن تحصل ديرنج بريجننسي. ليه؟ هنعرفها بعد كده ليه، لانه دي ليها سبب. يعني انا المفروض دلوقتي مع الفيميل دي لازما قبل ما تفكري انك تحملي فكري ظبطي نفسك ازاي، ظبطي النيوتريشن بتاعتك، ظبطي البادي ماس اندكس بتاعتك. وده كمان نصيحه لينا احنا كبنات، كل البنات من دلوقتي انه ما تفتكرش انه اهملنا في اكلنا، اهتمامنا بالاكل اللي مش هيلثي، بالفاست فود، بالسكريات، الشوكولاته وغيره، كل ده مش هيأثر معانا. لا دلوقتي اثبت انه النيوتريشن من قبل بريجنسي، من قبل كده بيأثر على الاوت كام اوف بريجنسي، فلازم نهتم بالجزئيه دي. تمام. طيب فهنا بيقول لك ان all pregnant women receive dietary assessment and personalized advice. تمام، يعني لازم ان انا هبدا انصحها على حسب هي وضعها ايه. ف how can we educate a professional workforce to provide regular such advice، يعني ازاي ادرب الهيلث كير بروفايدر ده انك يعني تنصح الفيميل دي ازاي. يعني انت مش كل الفيميل هتاخد نفس النصيحه، على حسب حاله كل واحده. فاول حاجه انك هنعيد نفس الكلام برضو، ان كل الفيميل receive data assessment and personalized advice والبروفيشنال هيلث كير لازم educated to provide such advice، يعني اللي هو في الاعاده افاده، وعلشان نملى الفراغ ما نسيبش نملى الداتا يعني. طيب فبيقول لك انت هتعمل ايه بقى علشان تتعلم انك ازاي تدي الادفايس المناسبه لكل فيميل بالنسبه للنيوتريشن، يعني على حسب حالتها انت هتنصحها بالنيوتريشن الفلانيه بالفلانيه، او بالبادي ماس اندكس بتاعها عايز يظبط ولا مش عايز. فاول حاجه برضو انك هتاخد سكيدول البري كونسبشن ابوينتمنت، يعني لازم تبدا معاها من بدايه من قبل الكونسبشن. يعني لازم الفيميل دي ليها جدول او ميعاد تيجي فيه قبل الكونسبشن، وسكيدول ريجولار برينيتال كير، يعني وكمان هتكمل معاها ديورنج المتابعه بتاعتك ديورنج بريجننسي. يبقى انت هتبدا معاها الفيميل دي عشان تبدا ان انت تحسن معاها نيوتريشن، وتعملها ادفايس كويسه جدا بالنسبه للنيوتريشن عشان توصل للاوبتيمال بريجننسي اوت كام، انك لازم هتبدا معاها من قبل البريجننسي بالبري كونسبشن ابوينتمنت، وكمل معاها بريجولار برينيتال كير، يعني ان هي تبدا تتابع في الحمل بشكل منظم. يعني طبعا
زيارات الحمل، انا مش عارفه المفروض ان هي تبقى علينا، بس هي مش مكتوبه في المحاضره دي. يعني هي المفروض ان هي بتنزل في محاضره الماتيرنال هيلث، انه المفروض ان الفيميل بتيجي تتابع during pregnancy مره كل شهر، ولحد شهر 7 مره كل شهرين، ولحد الشهر 9 مره كل اسبوع. فلازم انت اثناء الزيارات دي انت لازم ايه تكمل معاهم متابعه بالنسبه للنيوتريشن بتاعتها. During this visit بقى اللي هي ال visit اللي هي pre conception و regular prenatal visit، انت المفروض انك هت counsel ال mother دي as regard ايه بقى؟ أول حاجة هل هي بتاخد ال prenatal vitamin و folic acid ولا لأ؟ مش دي الحاجات اللي قلنا هنأكد عليها عشان ن promote health pregnancy. فأنا لازم برضو هأكد تاني ان عايزة اوصل معاكي nutrition كويس جدا يوصلني ل outcome pregnancy outcome كويس. فاول حاجه انه هنصحها اذا كانت هي بدات، يعني هعرف الاول اذا كانت هي بدات في الفيتامينز والفوليك اسيد لا او لا، ولو ما بداتش هبدا انا معاها اقول لها تبداي تاخدي الفيتامينز الديلي برينيتال فيتامينز وفوليك اسيد. بعد كده انك تعرفها ان بيتر ليها ان هي توصل للهيلثي ويت بيفور بيكام بريجننت، او ان هي تورك تو ريتش ات ثرو هيلثي نيوتريشن. يعني انت دلوقتي بس البادي ماس الاندكس بتاعك مش مش كويس، ففي البري كونسبشن ابوينتمنت عرفها لازم نوصل للبادي ماس اندكس المناسب ليكي. وكمان مش يعني مش هوصل له باي طريقه، مش باي مش اي حاجه وخلاص، لا لازم تمشي على الهيلث نيوتريشن. مش عشان انت مثلا البادي ماس اندكس عالي بتاعك عالي فتوقفي الاكل تماما، ما تاكليش حاجه ما تشربيش عشان تنزلي، لا لازم هتمشي على الهيلثي دايت بالهيلثي كالوري، يعني بالكالوري المطلوبه منك كل يوم، وبالهيلثي دايت اللي فيه النيوتريشن اللي انت محتاجه جسمك محتاجه، وما ينفعش يتخلى منها يتخلى عنها من الفيتامينز والبروتينات وغيره، ويعني تمشي عليها عشان توصل للأوبتيمال ويت. طيب تاني حاجة تنصحها بيها، تالت حاجة انك هتديها educational support، يعني تبدأ تفهمها وتعلمها ايه اهمية الoptimal nutrition، ازاي ان هي تعمل optimal nutrition والاهمية بتاعته، لان هي لو مش فاهمة مش هتلتزم. فعلى الاقل لازم تفهم ايه هي يعني ايه اهمية النيوتريشن وايه اللي تعمله عشان تقدر توصل للoptimal nutrition ليها. تمام. بعد كده انك برضو هتاخد، هنعيد نفس الكلام اللي قلناه، هتدسكس كانت بتاخد اي ميديكيشن او سبلمنت ولا لا، هتشوف اذا كان عندها ميديكال كونديشن، علشان يعني احنا خلطنا ما بين الكلام اللي قلناه عشان بروموت هيلث بريجنسي. هنا برضو في نفس النيوتريشن هي نفس الفكره، انك هتنصحها بنفس النصايح اللي نصحناها قبل كده، بزياده عليها بقى انك هتعرفها ايه اهميه الاوبتيمال نيوتريشن وازاي ان هي توصل للهيلثي ويت، وتوصل له امتى اللي هو بيفور بيكام بريجننت. تمام. والهيلث كير should advise her لو هي برضو بتسموك، هن avoid the smoking، هن avoid the risky substance الكحول، كل الحاجات دي مش مسموحة بيها. نفس الكلام قلناه في الاول، ولكن التكرار بيعلم الشطار. تمام. تمام. فبعد كده بيقول لك ايه nutritional requirement، ثانية واحدة بعد كده هنيجي للفيتشر اوف اوبتيمال دايت. يعني خلاص انا عرفت انه الدايت ده مهم، ومهم ان انا ابدا من قبل البريجنسي. انا عايز اعرف بقى ايه مواصفات الاوبتيمال دايت او الاوبتيمال نيوتريشن اللي يوصل معايا الاوبتيمال للبريجنسي اوت كام، يعني اوبتيمال اللي بريديوس اوبتيمال هيلث اند جروث فور فيتوس اند انفانت، يعني لي يعني يحسن لي البروجرس بتاع الفيتوس وكمان الانفانت لما يتولد، لانه ده يعني لو هو الانفانت كان كويس وهو فيتوس فده هيأثر معاه برضو اثناء ما هو انفانت والجروث بتاعه. فاول حاجه بيقول لك انه لازم المذر دي تو اوبي الجراوند الكومن جراوند فور هيلثي دايتري باترن. يعني ايه؟ تبدا تتبع الحاجات دي. اول حاجه ان هي لازم الاكل بتاعها يكون ان بروسيسد فود اند بيفرج. يعني ايه؟ يعني اكل مش معلب، اكل مش مصنع، تاكل اكل فريش، تبعد عن الحاجات المصنعه والمعلبات اللي بيبقى فيها مواد حافظه، ده اول حاجه. طب تاني حاجه ان يكون الاكل بتاعها ريتش ان فروت اند فيجيتابلز، يكون فيها فروت وفيجيتابلز بكميه كبيره، لان هي ديت اللي بيكون فيها الفيتامينز والمينرالز اللي الفيميل بتكون محتاجاها خاصة لو كانت بريجننت. طيب كمان ان هي تاخد grains and complex carbohydrates including the ancient grains،
يعني تاخد الاكل اللي فيه حبوب، تاخد الاكل اللي فيه بقى الفول والقمح وغيره، لان الحاجات دي بيكون فيها كومبلكس كاربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات بتكون بصوره كومبلكس، وده التاثير بتاعه بيكون على الانسولين افضل بكتير من المونو ساكرايد والدو ساكرايد. الحاجات دي بترفع معايا الانسولين بسرعه عاليه جدا، فدي ممكن تدخلني في انسولين ريزيستنس وبقى دايابيتس وتايب 2 الكلام ده كله. فاحنا لا، يفضل اننا ناخد الجرينز، يعني الكربوهيدرات بصوره كومبلكس، اللي بتكون في الجرينز زي النشا. النشا ديت عباره عن كومبلكس كربوهيدرات، النشا بقى موجود في الرز في القمح في غيره، كل الحاجات ديت ايه برضو يعني مفضله بالنسبه للفيميل البريجننت فيميل. هيلثي فات، يعني ما تاخدش اي، مش اي فات، هو اي نعم الدايت بتاعنا لازم أن يكون فيه فات، ما ينفعش الدايت يخلو من الفات، لان الفات مهم، لان احنا اخذنا في مديول نيوتريشن ان الهيلثي دايت ما ينفعش يكون لا خالي من الفات ولا خالي من الكربوهيدرات ولا خالي من النشا من البروتين. كل الحاجات دي مهمه بس النسب المعينة أو النسب المحددة لكل نوع. فأنا هاخد الفات في صورة إيه؟ في صورة هيلثي فات. يعني إيه هيلثي فات؟ يعني الفات ده يكون مونو أن ساتوريتد أو بولي أن ساتوريتد، ما خدهوش ساتوريتد فات. مين الساتوريتد فات ده؟ اللي هو الزيوت المهدرجة أو السمنة المهدرجة، دي بتبقى عبارة عن ساتوريتد فات وبتبقى مضرة. لكن أنا بنصح بالهيلثي فات اللي هو المونو أن ساتوريتد والبولي أن ساتوريتد، زي الدهون الحيوانية بقى من السمن الطبيعي، الزيت النباتي، دي كل حاجات بتبقى unsaturated، فبتبقى healthy عن الساتوريتد. وزي قالك كمان ان النوتس والسيدز، الزيوت اللي جايه من البذور دي او البذور ذات نفسها. كمان ان ناخد healthy fish، يعني ناخد الفيش بشكل فريش برضو، يعني افضل انك الفيش ما تجيبهوش بروسيسد، هاته تجيب السمك فريش مش معلب، تمام. تاخد بلانت بيزد بروتين، يعني البروتين يكون اصله نباتي، بيفضل البروتين النباتي عن البروتين الحيواني، تمام. درينك مور ووتر، تمام. المايه مهمه جدا في البريجنانسي، لان الفيميل دي بتبقى محتاجه ان هي تزود كميه البلاد اللي عندها علشان تقدر تغذي الفيتس، فالبلاد محتاج ووتر، فالووتر انا معايا مهمه جدا، ومهمه علشان الكيدني بتاعتي ان هي اصلا بتبقى متضايقه شويه during pregnancy، فمحتاجة ووتر اكتر، تمام. اللين ميت والديري برودكت، يبقى لازم المنتجات الالبان مهمة جدا للفيميل، تمام. والدايت اللي كونستريكتلي اند سبستانشالي بي ريستريكت اني ماكرو نيوترين شود افويد دورينج بريجنسي، هي نفس الفكره، ان انا الماكرو نيوترين ده انا عارفه ان الماكرو نيوترين هو عباره عن البروتين الكربوهيدرات الفات، دول الماكرو نيوترين اللي يعني المغذيات اللي انا باخدها بكميات كبيره يوميا، دول الثلاث حاجات دول. فانا اي دايت هيعمل لي ريستريكشن لاي حاجه من الماكرو نيوترين دول انا لازم ابعد عنه، لان زي ما قلت لكم ان الهيلث دايت مش ما ينفعش يخلو من حاجه من المكونات دول، ما ينفعش يخلو من الكربوهيدرات ولا من الفات ولا من البروتين. فمش علشان مثلا هي عندها هاي بودي ماس اندكس همنعها من الفات تماما، لا، انا هديها الفات بالكميه اللي جسمها محتاجه بالنسبه اوف بتاعه الهيلثي دايت. فبالتالي اي دايت هيمنع عليا اي حاجه من الماكرو نيوترينت شود افويد ديورينج بريجنانسي، تمام. طيب يبقى ده الفيتشر اوف النورمال او الاوبتيمال نيوتريشن اللي توصل لي لاوبتيمال هيلث اند جروث للفيتوس او الانفنت، تمام. يبقى انا عندي مش هاخد بروسيسد فود، هاخد فيجيتابلز، هاخد فروت، هزود الميه، هاخد هيلثي فيش، هيلثي فات، هاخد الكربوهيدرات بصوره كومبلكس، البروتين من بلا سورس. و في السلايد اللي فات احنا خدنا النيوتريشنال او الفيتشر اوف النيوتريشن اللي المفروض تمشي عليه كل الفيميلز اللي هما الهيلثي فيميل، دوت المفروض الفيتشر بتاع الدايت بتاعك during pregnancy او كمان ما قبل pregnancy عشان تحسني من البادي ماس اندكس بتاعتك. طيب تعالى بقى السبيشال بوبيوليشن من الفيميل، زي الفيميل اللي هما بيكونوا بياخدوا تو ماتش تو ميني كالوري، او اللي ما بياكلوش خالص فبياخدوا تو فيو كالوريز، دول بقى بيبقى لهم نيوتريشنال نيدز مختلفه شويه. يعني اول حاجه ان الفيميل ديت لازم اعرف او اعرفها اذا كنت بتاخدي اي دايت برضو في اي ريستريكشن لنوع من انواع الماكرو نيوترينت لازم توقفيه فورا. يعني في مين ما بتاكلش اصلا
لغي الفات من حياتها، فما ينفعش. لا هقول لها مش علشان انتي محافظه يعني ايه ما بتحبيش تاكل الفات او لغيه خالص او ما بتاكليش، توقفي حاجه اسمها الفات. لا الفات مهم، مهم للبريجنسي، ولكنه بالنسبه من النسب يعني المعينه اللي هي النسب بتاعه الهيلث دايت، ما زوديش منه. فما ينفعش ان ايه عشان هي ما بتاكلش فات خلاص يعني عدي الموضوع ده. لا لو الدايت ناقص اي ماكرو نيوترنت انا لازم اوقفه، واقول لها لازم نمشي على الهيلث دايت اللي بيكون بيحتوي على كل الماكرو نيوترنت اللي الجسم محتاجها. تاني حاجه، طب لو هي ما بتاخدش ده او الدايت بتاعها مش متوفر فيه كميه المايكرو بقى نيوترنت زي المينرالز والفيتامينز، انا بقى ابدا اوصف لها سبلمنت بالمايكرو نيوترنت دي وانكلودنج الفوليك اسيد، عشان اهميتهم المايكرو نيوترنت دي مهمه جدا وبالذات الفوليك اسيد. فانا لازم اخد بالي من السبيشال بوبيوليشن دول اللي هم اكلهم مش كويس او مش مظبوط، وابدا اديهم السبلمنت ده. تالت حاجه، انه الفات دايت اللي هو منتشر في العالم كله زي الفاست فود، لازم نعرفها ان كل الفات دايت ده كله بيكون هارمفول during pregnancy. ليه؟ لان الفات دايت دوت بيؤدي في الاخر انه يحصل مايكرو نيوترون ديفيشنسي اند كيتوزيس. ليه مايكرو نيوترون ديفيشنسي؟ لانه اصلا الفاست فود ما بيبقاش غني بالمايكرو نيوترون، ما بيكونش فيه الفيتامينز والمينرالز اللي الجسم محتاجهم. فاي حد عايش حياته كلها على الفاست فود وانه ياكل من بره، ده اكيد هيدخل في الاخر في ديفيشنسي للمايكرو نيوترون اللي الجسم محتاجها. تاني حاجه كيتوزيس، لان الميتابوليزم بتاع الفات والفاتي اسيد بينتج عنه انه يطلع كيتو بوديز كتير في البلاد. فزياده الكيتون بودي تخلي في حاجه اسمها كيتوز واسيدوز، وده طبعا بيبقى ليه كومبليكيشن احنا مش عايزين نوصل لها. فلازم الفيميل دي اخد بالي يعني اكد عليها على البوينت دي، وان انا لو هي مش بتاخد النيوتريشنال المعينه انصحها بيه واكتب لها سبلمنت على الماكرو نيوترنت اللي هي مش بتاخده في الدايت بتاعها. طيب بعد كده بيجي يقول لك بقى انه عايزين نعرف ايه هو معنى الجود نيوتريشن وايه معنى البور نيوتريشن. الجود نيوتريشن ده قال لك اني فود، اي فود بتاخده بيكون يعني انك تاخد الفود بتاعك necessary for optimal growth function and health. يعني مش مجرد انك بتاكل وخلاص يبقى ده انت كده good nutrition، لا انت تاكل الاكل اللي فيه النيوترنت necessary انك توصل ل good function good growth او optimal function optimal growth optimal health. او التعريف التاني هو عبارة عن well balanced diet، يعني الدايت البالانسد اللي فيه كل انواع الماكرو والمايكرو نيوترنت اللي جسمك محتاجها، ولكن بشكل balanced بكمية و بانواع محددة. يعني البالانس دايت اللي بيبروفايد اول اسينشال نيوترينت ان اوبتيمال اماونت، يعني مش بس الانواع ده كمان الكميات، اول اسينشال ان اوبتيمال اماونت اند بروبورشن. بيقولك كمان انه من الفيتشر اوف الجود نيوتريشن، يعني مش بس الجود نيوتريشن مهم انه يكون فيه النيوترنت اللي انا محتاجها واللي جسمي محتاجها بالكميات المناسبه، لا كمان في حاجات بسيطه كده لازم اخد بالي منها وانا بقول ان ده جود نيوتريشن. ان الاكل او الجود نيوتريشن اللي انا بنصح بيه الفيمير ده، اول حاجه لازم يكون اكسسبل اكسبتابل افوردبل سيف وكالتشرالي ابروبريت. يعني الاكل ده يكون الفيمير عارفاه، ما جيش انصحها باكل انا يعني بتاع ثقافة تانية من بلد تانية اقول لها كلي علشان تدخلي في جود نيوتريشن. طب هي مش متعودة عليه في ثقافتها، هتاكله ازاي؟ ما جيش انا عشان واخد مثلا دبلومة التغذية من جامعة كذا كذا بدون اسماء، فما اعرفش غير ايه الفروت اللي هي بقى الجريف فروت والافوكادو والحاجات اللي اصلا ما تلاقيش منتشرة في البلاد هنا، اقول لها هو ده اللي هتمشي عليه علشان توصلي جود نيوتريشن. ما هو مش هتمشي عليه، ما هي مش عارفاه هجيبه منين. فده برضو من مواصفات الجود نيوتريشن، انه يكون اكسسبل اكسبتابل مقبول بالنسبه لي، اقدر اوصل له، افوردبل اقدر اجيب يعني يكون سعره في المتناول، كالتشر ابروبريت يكون عارفاه في ثقافتي الناس عارفينه، ويكون غالبا من يعني من الجول فود كونسيومد مودريشن، يعني من الفود المستهلك حواليا. يعني قول لها من الخضروات والفاكهه اللي موجوده حواليها، جرجير، خس، خيار، جزر، حاجات كلها هي عارفاها، وبرضه تحتوي على الماكرو نيوترنت والفيتامينز والمينرالز اللي هي محتاجاها، فما بلاش اصعبها على الناس. تمام. طيب ده ايه بقى الديفينيشن اوف بور نيوتريشن؟ بطبيعي البديهيات ان هو هيكون عكس الديفينيشن اوف الجود نيوتريشن، هو دايت اللي بيكون فيه لاك للنيوترنت اللي انا محتاجها اوفر اول، سواء كان اللاك ده بسبب اوفر اول انفيشنت ان انا ما باخدش الاكل اصلا بشكل كامل، يعني ما باكلش تماما او مقلل الاكل بتاعي، او ان انا باكل بشكل مش كويس، يعني باخد او سام كومبوننت ار بريزنت ان اكسس، يعني باخد
فاتي دايت، بدون ما باكل بقى بهتم ان اكل بروتين، اكل كربوهيدرات، واكل حاجات فيها مايكرو نيوترينت. يبقى ده ايه انواع البور دايت، البور نيوتريشن. يا اما ان انا ما باكلش اصلا، فعندي اوفر اول ديفيشن او ان افيشنت فود انتيك، يا اما باكل دايت غلط موجود فيه سام كومبوننت ان اكسس. تمام. دايت اند نيوتريشنال ستيتد از status at preconception starting as early as childhood. يعني بيقول لك انه اللي انا قلت لكم انه ال preconception body mass index وال preconception nutrition بيأثر على ال conception وال pregnancy outcome. طب من امتى يعني انا مثلا من امتى ابدا اركز في ال preconception nutrition؟ قال لك من بدايه ما كانت الفيميل دي childhood and the adolescent بيكونوا ال nutritional status بتاعتها equally or even more important than during pregnancy. يعني الفيميل الحامل دي النيوتريشن بتاعتها اثناء ما كانت هي طفله، اثناء ما كانت في الادولسنت في مرحله المراهقه، النيوتريشن بتاعها بيأثر على البريجنسي اوت كوم اكتر او يساوي او اكتر من النيوتريشن اللي هي بتاخده ديورنج بريجنسي. علشان كده الفيميلز كلها لازم يركزوا مع النيوتريشن بتاعهم يعني طول فتره حياتهم. يعني الفاست فود اللي بيتعيش عليه معظم الفيميل في الفتره دي، ده حاجه بتضرهم على بعد كده، على هتضرهم في الاوت كام بتاع البريجنسي بتاعهم، فلازم ياخدوا بالهم من دلوقتي. فبيقول لك ليه بقى، ليه بقى، ليه ليه انا مضطر ان انا اهتم بالنيوتريشن من قبل البريجنسي وانا اصلا يعني ما انا ممكن اظبطه في البريجنسي؟ بيقول لك ليه بقى، لان انا الفيميل ديت لما هتيجي تحمل، هي ما بتحمل يعني ما بيقولش انا هحمل في اول يوم حامل بتظبط النيوتريشن بتاعتها. هي بتعرف ان هي حامل تمام، وبعد كده بتبدا تظبط النيوتريشن. طب هي على ما تعرف ان هي حامل بيكون حصل ايه؟ بيكون حصل ان البلاسينتا بيحصل ايرلي ديفولبمنت، والفيتس حصل للبلاسينتا والفيتس ايرلي ديفولبمنت اوف بلاسينتا اند فيتس اوكير. فبالتالي هو الايرلي ديفولبمنت اوف بلاسينتا اند فيتس ده حصل على اني نيوتريشن، على اني بودي ماس اندكس، على البودي ماس اندكس اللي هي كانت مهمله ان هي مش مهتمه بيه. فده طبعا هيأثر على الاوت كام بتاعنا. فعشان كده لازم تكوني من بدايه من زمان تكوني مظبطه النيوتريشن بتاعتك، جسمك بالبودي ماس اندكس بتاعته مظبطه، علشان لما تحملي ما يحصلش يعني اي سايد افكت. فانا بقول لك because of growing evidence that nutrition affect fertility، او nutrition يعني good nutrition هيأثر معاكي كفيميل في الفيرتيليتي بتاعتك، في يعني ال chance of pregnancy. تمام. ده اول حاجه، لان طبعا النيوتريشن بتاعتك هيأفكت الاوفيوليشن، اذا كنت اذا كان هيحصل عندك اوفيوليشن او لا، ده بيتعلق بالنيوتريشن. تاني حاجه الايرلي ديفلوبمنت اوف بلاسينتا اند فيتوس، طب حصل فيرتيليتي كمان الايرلي ديفلوبمنت اوف بلاسينتا اند فيتوس which occur well before women recognize that she is pregnant. يعني بيحصلوا قبل ما المومن ما تعرف ان هي حامل، فهي اصلا هي مهمله اكلها، مهمله نفسها لحد ما تقول اما احمل هبقى ظبط. طب ما انت اصلا هتحملي يعني هيبدا الحمل قبل ما تعرفي انك حامل، بعد ما تعرفي بقى تبقي تظبطي، وهيكون حصل في ديفلوبمنت حصل جوه على الوضع الغلط اللي جسمك فيه. فلازم تهتمي بالنيوتريشن والدايت بتاعك من فتره البري كونسبشن، من زمان قوي، يمكن من مرحله التشايلد هود ومن مرحله الادولسنت. تمام. وبنعيد نفس الكلام، معرفش السلايد دي بتتعاد تاني ليه، والله إيه انا واخدها من الداتا كوبي بيست. فهي نفس الكلام اللي قلته في النيوتريشنال نيد للسبيشال بوبيوليشن، مش عارفه والله ايه المغزى، بس يعني خلينا نقول ايه في الاعاده افاده، بس انا مش عايزها يعني، هي موجوده في الداتا اللي عندكم. نيجي بقى على اخر حاجه معانا في المحاضره بتاعتنا، وهو بروجرام اسمه البريفنتابل ماتيرنال الاندنج بريفنتابل ماتيرنال مورتاليتي. ده بروجرام المفروض ان دبليو اتش او حطاه علشان تبدا تقلل من الماتيرنال ديس اللي موجود. عايزين نحط بروجرام احنا هنستهدف فيه اننا هنقلل مستويات الماتيرنال ديس المحصوله اللي بتحصل على مستوى العالم. فعملت البروجرام ده اللي هو الاي بي ام ام، ده موضوع جديد اول مره بصراحة اسمع عنه في المحاضرة. فقالك ان الاي بي ام ام ده renewed focus for improving the maternal and newborn health and well-being. يعني هو برنامج محطوط WHO حطته علشان في الاخر ان احنا نحسن ال maternal وال newborn health. تمام. ايه التارجت بتاع البروجرام ده؟ يعني ايه التارجت اللي المفروض ان هو حاططها قدامه علشان يعني يقدر يحقق اللي هو معمول علشانه؟ اول حاجه انه عايز يقلل الجلوبال ماتيرنال مورتاليتي ريت ريدكشن، يعني عايز يعمل ريدكشن في الماتيرنال مورتاليتي ريت على مستوى العالم. يبقى هو التارجت بتاعه انه عايز يعمل
مساواة في انه يقلل الماتيرنال مورتاليتي ريت. طب ده هيعمله ازاي بقى؟ قال لك هيعمله انه اولا لو كانت الكانترز اللي احنا هنطبق فيها البروجرامز دي اصلا انا دخلت عليها وهي الماتيرنال مورتاليتي ريت بتاعها اقل اعلى من 420 لكل 100,000، ففي الحالة دي انا التارجت بتاعي في الدولة دي اني اخلي الريت بتاع الماتيرنال مورتاليتي ريت يديكلاين تو ستيبر ذان، يعني يوصل لي اعلى من، عذرا على الجزئيه. هو بيقول لك انا دلوقتي التارجت بتاعي ان انا عايز اقلل الماتيرنال مورتاليتي ريت على مستوى العالم، فهعمل ايه؟ فاولا اقسمه الكانترز لجروبات. هل الكانتر اللي انا داخله اعمل فيها البروجرام ده اصلا البيز لاين عندها انه بيحصل ماتيرنال مورتاليتي ريت بشكل كبير جدا بمعدل اعلى من 240 420 في ميل لكل 100,000 في سنه 2010؟ يعني انا عملت سيرفي، رحت جاي عامله سيرفي على مستوى العالم عايز اعرف معدلات الماتيرنال مورتاليتي ريت في الكانترز، فلقيت انه في مجموعة من الكانترز معدلة المورتاليتي ريت في سنة 2010 كانت أعلى من 420 في ميل لكل 100,000. ففي الحالة ده أنا التارجت بتاعي في الدول دي إني بحلول سنة 2030 أخلي المورتاليتي ريت بتاعهم يوصل لأكتر من 140، يعني عايز أنزله من 420 ل 140. ده التارجت بتاعي في الدول ده أول تارجت. تاني تارجت معايا إن طب الكانترز بقى اللي الماتيرنال مورتاليتي ريت البيز لاين بتاعهم كان أقل من 420 في لكل 100,000 في 2010، فهنا التارجت بتاعي ان انا اقلل البيز لاين بتاعهم ل تو ات ليست تو ثيرد من حلول سنه 2030. يبقى هناك كان في الكانترز اللي اكتر من 420 كنت عايزه اقلل الماتيرنال مورتاليتي ريت لحد اكتر من 140، لكن الكانترز اللي المورتاليتي ريت فيهم اقل من 420 التارجت بتاعي في الكانترز ديت ان انا اقلل الماتيرنال مورتاليتي ريت باي تو ثيرد، يعني اقللهم التلتين، اخلي الماتيرنال مورتاليتي ريت ينزل بمقدار التلتين بحلول سنه 2030. طيب الكانترز اللي البيز لاين بتاعهم اصلا يعني هم ما شاء الله عندهم الماتيرنال مورتاليتي ريت لا تتخطى اقل من 70 لكل 100,000 في 2010، يعني دول يعني مش محتاجين اصلا الاي بي ام في حاجه، فدول الفكره بتاعتهم او التارجت بتاعتي هنا في الدول ديت ان انا احقق اخلي في ايكويتي في الماتيرنال مورتاليتي ريت فور فالنبرك بوبيوليشن اس اب ناشونال، يعني اخلي الكانترز دول زي بعض في الماتيرنال مورتاليتي ريت انه يكون قليل وحافظ على وجوده بشكل قليل في الدول دي، وكمان على مستوى يعني كل مناطق الدول في السب ناشونال ليفل، اللي هو يعني انا خدت ان ال 70 ده اقل من 70 لكل 100,000 في الدوله دي، ولكن ده المتوسط. في بقى في وسط الدوله دي هلاقي ان في اماكن مثلا بيكون معدل المتانه المورتاليتي ريت فيها 90 لكل 100,000، واماكن تانية 60 لكل 100,000، واماكن تانية 100 لكل 100,000، واماكن 40 لكل 100,000. فالتارجت بتاعي هنا ان انا عايزه اساوي المتانه المورتاليتي ريت في الكانتري دي بحيث انزلهم كله لاقل مستوى من الماتيريال مورتاليتي ريت. يبقى ده التارجت بتاعي بالنسبه لبرنامج الاي بي ام ام، انه بيختلف على باختلاف اصلا البيز لاين اوف ماتيريال مورتاليتي ريت في الكانتري دي. لو كانت الكانتري اعلى من 420 في سنه 2010 فالتارجت بتاعي ان انا انزل بيها لحد 140 لكل 100,000 في 2030. طب لو كانت اقل من 420 لكل 100,000 في 2010 فالتارجت بتاعي ان انا انزل بيها الاثنين للثلثين، يعني اقلل المورتاليتي ريت بتاعتها ثلثين على سنة بحلول سنة 2030. طب لو كانت هي أصلا أقل من 70 لكل 100,000 مورتاليتي ريت في 2010 فالتارجت بتاعي إن أنا أخلي فيه إيكوتي في الماتيرنال مورتاليتي ريت فور فارنبل بوبيوليشن أس سب ناشونال ليفل، يعني أساوي بالماتيرنال مورتاليتي ريت في كل سب ناشونال ليفل، بحيث ما أخليش مكان عالي أوي ومكان واطي أوي، لأ أخلي أقدر أوصل بكل الليفلز لأقل مستوى من الماتيرنال مورتاليتي ريت متاح. اخر حاجه برضو في البروجرام ده انا عرفت التارجت بتاعته وايه هو اللي عايز يعمله. طب ازاي هيقدر يوصل بقى للتارجت دي؟ فقال لك عندنا 10 كي اريا للاي بي ام ام مايلستون، يعني دي 10 مايلستون او الكي اريا اللي الاي بي ام ام بيعتمد عليهم علشان يوصل للتارجت بتاعته. ازاي هو عايز يقلل ماتيرنال مورتاليتي؟ طب ازاي بقى؟ اول حاجه
بوليسز اند بلانز. يعني ايه بوليسز اند بلانز؟ يعني انه يقول للدول ديت يا عايزين نحط سياسات وخطط بناء، يلا ازاي عايزين نقلل الماترنال مورتاليتي ريت. فاول حاجه لازم يحط سياسات وخطط، تمام. ثالث حاجه انه كواليتي اوف كير، انه لازم يخلي الكانتريز دي ترفع الكواليتي اوف كير، يخلي يحسن الهيلث كير انفراستراكشر، يحسن الكواليتي اوف كير اللي بتتقدم في الدوله دي عن طريق مثلا انه الريسورس المسموحه ليه وزارة الصحة، يعني يزود مثلا الموازنات، الموازنة العامة المخصصة لوزارة الصحة علشان يحسن من الكواليتي اوف كير. الاكويتي يعمل مساواة في الكواليتي اوف كير على مستوى الدول دي، انه يعني ما يبقاش في اهمال المناطق النائية في الدولة دي بالنسبة للهيلث كير، لا يكون في مساواة. يبقى ده تالت كي اريا بيشتغل عليها البروجرام ده. رابع حاجة يكون في داتا فور اكشن، يخلي يعني يخلي الكانترز دي ان هي تعمل سيرفي وتبدأ ان هي تعمل يعني هو سيرفي، ان هي تستكشف بقى وتجمع داتا من المواطنين بتوعها عشان تعرف حقيقة الوضع عندها ايه. يعني تتصرف بناء على بيز من الوضع عندها، هي تبقى عارفه انا البيز لاين بتاعي كان ايه، فانا عايز اوصل بيه لايه. فده مهم برضو عشان اقدر اعرف اذا كنت انا بتحسن او ما بتحسنش بالنسبه للبروجرام، بالنسبه للمورتاليتي ريت بتاعي. خامس حاجه الانفستمنت، اني ازود. خامس حاجه الانفستمنت، ان ازود الاستثمار اللي موجود في جزئيه الهيلث كير، ازود برضو الريسورس الوكيشن، انه اخلي في ريسورس اكتر و يعني موارد اكتر في جزئيه الهيلث كير عشان احسنه. يعني حاجه الهيلث ورك فورس، ان يكون عندي قوه عمل في الهيلث كير، في يعني يكون عندي هيلث كير بروفايدرز مدربين فاهمين بعدد كويس، اقدر يعني اغطي بيهم كل الكانتري بتاعتي علشان اقدر برضو احسن معايا الكواليتي اوف كير اللي هي في الاخر هتقلل لي الماترنال مورتاليتي ريت. يكون عندي ريسبونس وريزيلينس، اخلي الكانتريز دي تكون واخده يعني احتياطاتها من كل النواحي، تكون جاهزه انه ممكن يحصل مثلا يعني ايمرجنسي، ممكن يحصل اي ظروف، فتكون هي مستعده وجاهزه انه لاي تغيرات ممكن تحصل. فده برضو من الكي اريا اللي بتشتغل عليها الاي بي ام ام علشان تقلل الماترنال مورتاليتي ليت. تامن حاجه الكوموديتيز، ان هي توفر، الدوله دي لازم تشتغل على ان هي توفر الكوموديتيز دي، يعني السلع، يعني توفر الادوات الصحيه اللي محتاجينها في الهيلث كير سنترز او في الهيلث في الهيلث سيستم علشان اقدر احسن الكواليتي واقدر اقدم الهيلث كير بشكل مناسب. يعني ما يكونش يعني عندي اوكي مستشفيات كتير وطاقم عمل كبير بس ما فيش الادوات، فين الادوات اللي هيشتغل بيها طاقم العمل؟ مش موجود لا الادوات ولا المعدات ولا غيره. لا ده برضو من الحاجات المهمه اللي لازم تشتغل عليها. الاكاونتابيلتي هي المسؤوليه او المساءله، انه انا خلاص اوكي وفرت اماكن، وفرت ناس، وفرت ادوات، عملت يعني جمعت الداتا بتاعتي، حطيت الخطط بتاعتي، طب مين هيراجع ان انا ماشيه صح ولا مش ماشيه صح؟ مين هيراقب عليا انه في تقدم او ما فيش؟ في ناس بتلتزم بالداتا بالبروسيس بالبلينز اللي انا حطيتها ولا لا؟ ده برضو جزئيه الاكونتابيلتي، ان يكون في مراجعه وايفالويشن يعني للبروجرامز اللي انا حطيتها او لا. واخر حاجه هو ريسيرش انوفيشن and knowledge exchange، انه هركز على ان انا احسن الريسيرش بتاعي في كل دولة ان هي تشارك في نطور الريسيرش. احنا في الاخر ما هو الريسيرش ده هو اللي بيخلينا نحسن ونطور من مستوانا ونوصل يعني اننا نقلل من اي ريسك موجود او من اي مورتاليتي ريت، يعني هو في الاخر عن طريق الريسيرش. فانا برضو هشتغل على بند اني احفز الدول دي ان هي تشارك تعمل ريسيرش انوفيشن، ان هي تشارك في الريسيرش، وان هي يكون في ما بينهم يكون في ما بين الدول نولج اكستشينج، كل دوله مثلا توصلت لحاجه تبدا تاكستشينج مع الدول الثانيه، يكون في تبادل في المعلومات، فبالتالي اقدر انشر لو كان في معلومه وصلنا لها بريسيرش معين اقدر انشرها على مستوى العالم واقدر يعني احقق منها اعلى استفاده واقل ضرر. فهي نفس الكلام هنا بس مكتوب في الجداول اللي الدكتور نشرها، انا شرحته بالعربي، مجرد قراءه تقراوها هي نفسها، انه معنى البروسيس والبلينز والكواليتي اوف كير والايكويتي والداتا فور اكشن والانفستمنت والورك فورس، ان يكون عندي ناس مدربه موجودين بالعدد المناسب، يكون عندي ريزيلينس انه في مرونه، في استعداد للامرجنسي لغيره، في تامن حاجه الكوموديتيز، ان يكون عندي ال
يعني الريسورسز والمعدات اللي احنا محتاجينها في الهيلث كير، الاكونتابيلتي يكون في مساءله ويكون في ايفالويشن، واخر حاجه هو ريسيرش انوفيشن اند نوليدج اكسشينج. بعد كده بيجي يقول لك انه سستينابل ديفلوبمنت جول فوكس ان، يعني هو في الاخر الجول بتاعه احنا عايزين، قلنا ان احنا عايزين نقلل الماتيرنال مورتاليتي ريت. اوكي طيب، فبالتالي انا ليه عايز اعمل كده؟ عشان في الاخر ensure healthy life for all، هو في الاخر دوت الهدف الرئيسي من ورا البروجرام ده. انا عايزه امكن انه يحصل healthy life for all. وازاي بقى ان انا اوصل لل healthy life for all؟ باني انا امونيتور الفريم ورك للورك اريا بتاعه الاي بي ام ام. يعني هي نفس فكره الايفالويشن، ان انا اتابع هل فعلا الناس بتشتغل على الفريم ورك بتاع الورك اريا بتاع الاي بي ام ولا لا. يعني هل ماشيين على فعلا على 10 كي اريا اللي احنا قلناهم وبيطبقوهم بشكل كويس ولا لا. لان هيجي بقى لاخر حاجه، وهو ايه الفايده من اللي انا بعمله ده كله؟ ايه الفايده من انا عايزه احسن الماتيرنال هيرث، عايزه اقلل الماتيرنال مورتاليتي ريت، عايزه اقلل من هاي ريسك بريجنسي؟ الحاجه المشتركه اللي دايما بناخدها في كل اجزاء الهيلث، يعني الكوميونتي هيلث لو قسمناها بقى من الادولسنس، الجيرياتريك، الماتيرنال، التشايلد، برضو التشيلدرن، يعني الهيلث اوف تشايلد. فكل ده في الاخر عايزه اوصل لايه؟ ان انا عايزه انشور هيلث هيلثي لايف for all. يبقى انا بهتم بالماتيرنال ارث من ايماني بالهيلث لايف فور اول، ان كل الناس كل طبقات المجتمع لهم الحق ان هم يحصلوا على هيلثي لايف. طب ازاي اقدر اراقب انه فعلا المجتمع الفلاني او الدوله الفلانيه بتوفر هيلث لايف فور اول؟ في مفهوم جزئيه الماتيرنال هيلث، يعني هي الماتيرنال هيلث بتاعتها ماشيه في بمستوى كويس، ماشيه على الاي بي ام بروجرام بشكل كويس، وملتزمه بالورك اريا بتاعته والكي ارياز اللي هي حطاها ولا لا. عن طريق بقى ان انا ببدا اقيم الحاجات دي كلها، هبدا اقيم الدوله بدايه من فوق لاقل حد فيها بقى اللي هو الفرد اللي هي الفيميل ذات نفسها. كل حاجه ليه فيها منها ديترمنت او حاجات كده، عناصر انا ببدا اشوفها علشان اقدر اخد فكره او اقيم هل الكانتري دي فعلا بتطبق الاي بي ام ام بشكل كويس، هل الكانتري دي بتوفر ماتيرنال هيرث بشكل كويس، وهل في مساواه عندها ولا لا. فبدايه من الدوله، هل فعلا الدوله ديت عندها بوليسز وسياسات ان هي فعلا تحسن من مستوى الماتيرنال هيرث اوت كوم، يعني تحسن من الماتيرنال هيرث عن طريق ان هي بتوفر education، بتوفر هيلث فاينانس انفراستراكشر، يكون عندها ميزانيه لوزاره الصحه، يكون في لوز حاطه قوانين ان هي تحمي الفيميلز من اي فايلنس، من اي اضطهاد ممكن تتعرض له، ويكون في ريبرودكتيف هيلث وريبرودكتيف رايت لكل الفيميل، حق ان هي تحصل على رعايه صحيه ديورنج الريبرودكتيف بيريد بتاعتها، وانه ليها حق في ان هي تحدد يعني اذا كانت يعني لها حريه ان هي تحدد اذا كانت عايزه تحمل او لا. تمام، فدي برضو من الريبرودكتيف رايت اللي بنشوفها في كل الدول. في كمان في كالتشرال اند سوشيال فاليوز بنشوفها بالنسبه للمجتمع، هل فعلا المجتمع دوت بيساعد انه يكون عندنا ماتيرنال هيلث اوت كوم بشكل احسن ولا لا. ده بيعتمد برضو على فكره الكالتشر الموجوده، هل في تفرقه في المجتمع ده على اساس الريليجن، في تفرقه على اساس الجندر، في تفرقه الوومن ستيتس فيها ايه، قيمه المراه فيها عامله ايه، الهيلث بليف المعتقدات الصحيه عندهم، هل هم اصلا مجتمع يعني يعني متحضر شويه عنده هاي ليفل من الاديوكيشن، فمقتنع بالهيلث كير وانه لازم نروح نسيك الهيلث كير فلما نحتاج ونتابع مع دكاتره، ولا لا الهيلث بليف عندهم ضايعه خالص ويعني عايشين مع نفسهم. هاجي بعد كده للهيلث سيرفيسز نفسهم، اجي اقيم بقى الهيلث سيرفيس المقدمه دي، هل الهيلث سيرفيس دي افيلبل لكل الناس، اكسبتابل لكل الناس ولا لا مش اكسبتابل، الفيز والكوست اللي بيدفعها الناس مقبوله ولا مش مقبوله، ولا هاي يعني خارج يعني قدرات الشعب ولا ايه، هل الستاف اللي شغال في الهيلث سيرفيسز ده الستاف ده بيكون ترينبل وسكيلد ولا لا، ولا ناس مش ما عندهاش سكيلز. بالنسبه للكوميونتي
هل في مساواة أو ما بين الهيلث سيرفيس اللي بتوصل للأربن والرورال ريزيدنس؟ يعني في مساواة بين سكان القرى وسكان المدن في الهيلث كير اللي بيوصل لهم؟ هل في أويرنس للكير؟ الناس عندها وعي بأهمية الكير وإن لازم تسيك الميديكال كير لما تحتاج؟ هل في بيرسبشن أوف كواليتي، إن كل الناس برضو عارفة معنى إنه يعني فاهمة الكواليتي بتاعة الهيلث كير عاملة إزاي؟ إنه لا ده هنا في جود كواليتي، في كواليتي كويسة أو كواليتي مش كويسة، عشان تقدر يعني تروح أو ما تروحش. ما ده كلها حاجات في الآخر هتأثر على الماترنال هيلث أوت كوم، هتأثر على الهيلث كير أو يعني اكسبتابيلتي، هل الناس هتروح للهيلث كير ولا لأ. الديستانس تو فاسيلتي، يعني بعد الناس عن الفاسيلتي بتاعت الهيلث كير، ما كل ما كانت بعيدة الناس مش هتروح. فدي كلها حاجات برضو هتأثر معايا على الماترنال هيلث اوت كوم، لان هي لو ساكنه في مكان بعيد ما هي مش هتروح، مش هتسيك الميديكال كير لما تعوز. فبالتالي هيأدي انه يعني الماترنال هيلث اوت كوم تكون وحشه. كمان بالنسبه بقى للفاميلي اللي جوه الاسره بتاعتها، هي بتاعت الفيميل دي، هل الاسره بتاعتها فعلا اسره سبورتيف ليها ولا لا؟ الاسره ديت مش مدياها يعني حقها. الفاميلي ستراكشر بتاع الاسره بتاعتها ديت عامل ازاي؟ الديسيجن ميكنج، مين اللي مسؤول عن الديسيجن ميكنج بتاعها؟ هل هي ليها الحق ان هي تاخد ديسيجن ميكر في حق نفسها ولا لا؟ هي ملهاش الحق في دوت. المارتل ريليشن شيب، علاقتها مع زوجها، علاقتها الكوميونيكيشن برضو مع زوجها، كل ده بيأثر على الماتيرنال هيلث. طبعا الانكم بتاع الفاميلي بتاعتها، هل هي هاي سوشيال، هاي انكم ولا لو انكم؟ لان احنا قلنا ان السوشيو ايكونوميك انكم بيأثر على الماتيرنال موربيلتي اند الماتيرنال مورتاليتي. الاكسس للريسورس، هل الفيميل ديت بتقدر ان هي توصل للريسورس بقى من الاكل والشرب والفلوس ولا لا؟ مضطهده في الاسره بتاعتها. السبورت نتورك، هل بتلاقي حد يعمل لها سبورت في الفاميلي ولا الفاميلي مجرد محطه اضطهاد ليها وخلاص؟ بالنسبه للفيميل بقى هي نفسها، هل الفاكتور برضو فيها بتاثر على الاوت كوم بتاعها، الايدج بتاعها؟ هل ايه، ما الايدج كل ما كان الايدج عالي معايا، كل ما الاوت كوم بتاعي الاوت كوم بتاع الماترنال هيلث بيكون مش قد كده. كمان نمبر اوف تشيلدرن، ده كمان اللي مخلفه واحد مش زي اللي مخلفه اربعه، مش زي اللي مخلفه سته وعشره. دي طبعا الماترنال هيلث بتاعتها بتختلف تماما، والاوت كوم بتاعنا بيكون مختلف تماما. النولج، هل الفيميل دي اصلا عندها نولج ووعي بالهيلث كير، باهميه الهيلث كير ولا لا؟ السيلف افيكاسي، هي قدراتها ايه، بتقدر ان هي تحقق او ان هي يعني تواجه وتوصل اللي هي عايزاه ولا لا؟ كل ده برضو هيأثر معايا على الماتيرنال هيلث اوت كوم. فكل دي الحاجات ان احنا بنبدأ نعملها ايفالويشن ونعملها مونيتورنج علشان نطمن انه الدولة دي فعلا ماشية على الاي بي ام ام بروجرام بشكل كويس، فبالتالي هتقدر توفر الهيلثي لايف فور اول او لا. وبكده نبقى خلصنا الحمد لله، وصلنا لنهاية المحاضرة. انا عارفة ان فيها كلام كتير قد يبان هو معقد وغريب، معلش هي نازلة كده جديدة المرة دي، بس ارجو انه يعني تكونوا فهمتوا على الاقل معظم الكلام اللي فيها. ده ان شاء الله هيسهل بقى لجزئية الاسئلة ديت. سؤالين على المحاضرة عشان نختبر بس مستوى فهمنا للمحاضرة. اول حاجة سؤال بيقول لنا maternal health care mean care of woman health during pregnancy only، هل ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط، لان احنا قلنا ان الماتيرنال هيلث ان موست كيسز بياخد الفيميل بدايه من البري كونسبشن ليت، يعني البري كونسبشن ستيج، من قبل اصلا ما تدخل في البريجنسي انا بهتم بيها من حيث النيوتريشن، من حيث البادي ماس اندكس بتاعها، من حيث الهيلث كونديشن او الميديكال كونديشن والهيلث بروبلم. فده طبعا غلط ان الماتيرنال هيلث كير بيهتم بالوومن هيلث ديورنج بريجنسي بس، لا طبعا. بعد كده السؤال اللي بعديه بيقول all the following risk of maternal morbidity and mortality except مين فيهم ما بيزودش ريسك للماترنال موربيديتي اند مورتاليتي؟ هل اولد ايج؟ لا، الاولد ايج بيزود ريسك للماترنال موربيديتي اند مورتاليتي. هل مالتيبل بريجنسي؟ المالتيبل بريجنسي بيبقى برضه بيزود الريسك للماترنال موربيديتي اند مورتاليتي. السوشيو ايكونوميك ستيت، قلنا السوشيو ايكونوميك ستيت بيأثر على الماترنال موربيديتي اند مورتاليتي. اخر حاجه الفيرست تايم بريجننت،
هل يكون الفيميل دي فيرست تايم بريجننت ده يعتبر ريسك فاكتور فور ماتيرنال موربيديتي اند مورتاليتي؟ طبعا. يعني ما يعني ازاي الفيميل دي اول مره تحمل فيكون ده ريسك فاكتور؟ لا طبعا. يبقى دوت الاجابه الصح. السؤال اللي بعد كده بيقول all the following have impact on pregnancy outcome except. كل ده بيأثر على البريجننسي outcome بتاع الفيميل ما عدا. اول حاجه الماتيرنال موربيديتي، ايوه طبعا، وجود هيلث كونديشن او ميديكال بروبلم عند الفيميل بيأثر على الاوتكم بتاعها. الماتيرنال بري بريجنسي بادي ماس اندكس، البري بريجنسي بادي ماس اندكس بيأثر على البريجنسي اوتكم زي، بل والعكس كمان، اكتر من البريجنسي بادي ماس اندكس. الماترنال اندر نيوتريشن، الماترنال اندر نيوتريشن لو الماترنال دي ما بتاخدش النيوتريشن الكويسه ليها مش هتوصل للاوبتيمال بريجنسي اوتكم. فالاجابه الصحيحه هتكون all of the above. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول the feature of healthy diet of pregnancy include، ايه الهيلثي دايت، ايه المواصفات اللي محتاجين تكون موجوده في الهيلثي دايت؟ اول حاجه less water. هل فعلا الهيلثي دايت بيقول ان انا عندي less water؟ لا طبعا، يبقى دي غلط. طيب too much fat؟ لا طبعا. تمام. هل يكون عندي bland sourced protein؟ انا قلت البروتين يفضل ان هو يكون بلانت سورسد، يعني جاي من مصادر نباتيه ولا بروسيسد فود. لا طبعا، قلت ان احنا مش عايزين يكون في عندنا اي بروسيسد فود، لان البروسيسد فود ديت هي الاكل المعلب او الاكل المصنع، وده بيكون فيه مواد حافظه بتكون مش صحيه. فالاجابه الصحيحه عندنا هتكون سي، اللي هو البلانت سورسد بروتين. All the following are signs and symptoms with high risk pregnancy that should be closely monitored except. كل الحاجات دي انا المفروض اخد بالي منها كويس قوي وانا بتابع female with high risk pregnancy، ما عدا ايه بقى؟ هل severe headache مهم ولا مش مهم؟ لا، السيفير هيديك طبعا مهم جدا، ده من علامات البري كلامسيا. البرزستنت نوزي اند فومتنج برضو مهمه جدا، ان انا اخد بالي منها. الفاجينال بليدنج ده من اهم الاهم، يعني ده كده ده الفيميل دي ممكن تكون داخله في ابورشن. هل ان يكون عندها بين اند كرامبنج في ال بين اند كرامبنج في الماسل اوف ليج، هل ده كان من ضمن الساين والسيمتوم؟ لا طبعا، احنا قلنا بين اند كرامبنج في اللور ابدومين. اصلا من الطبيعي ان الفيميل اللي هي بريجننت تحس بشويه كرامبنج في الماسل والليج، ده حاجه يعني اعراض طبيعيه ممكن تحصل في البريجننسي، ما تقلقنيش خالص، لان الفيميل دي بيحصل استهلاك للكالسيوم بتاعها، فممكن شويه قله في الكالسيوم يعمل لها شويه كرامب، فده عادي جدا مش حاجه تقلقني. لكن وجود الكرامبنج ده في اللور ابدومين ده اللي اقلق منه، لاني ممكن يكون في داخله في ابورشن اوف بري تيرم ليبر، فده حاجه لازم اركز فيها. يبقى ده اي كان اخر سؤال معانا، وكده بقى خلصت المحاضره بتاعتي، ويا رب تكونوا فهمتم. لو في اي سؤال، اي حاجه مش واضحه قدامكم، اكتبوها لنا في الكومنتات، اكتبوها لنا او ابعتوها على صفحه، وان شاء الله هرد عليكم جدا. شكرا جزيلا، اخدت وقتكم كتير، بس يا رب ان شاء الله يكون جه بفايده، وربنا يوفقكم يا رب، ورمضان عليك كريم عليكم كلكم. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.